أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبنائي وأحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي، حياكم الله جميعا وبياكم، ومع درس جديد من دروس مادة التوحيد. ودرسنا اليوم بعنوان السحر وما يتعلق به. ظاهرة السحر يا أحبابي معروفة في جميع الأمم، فقد وجد السحر عند أهل فارس وعند قدماء المصريين أيضا، وكذا في الهند. كما أن اليهود لعنهم الله لما انحرفوا فأعرضوا عن كتاب الله تعالى التوراة أقبلوا على السحر، كما جاء في سورة البقرة الآية رقم 102. وتزداد ظاهرة السحر يا أحبابي نفوذا وانتشارا في هذا العصر، فأكثر شعوب العالم تقدما ماديا يجري فيها السحر على نطاق واسع بطرق متنوعة، وتنتشر مظاهر السحر في بلاد المسلمين، وذلك لعدة أسباب، منها ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى، غلبة الجهل بدين الله سبحانه، سذاجة بعض المسلمين وانخداعهم بدجل السحرة وشعوذتهم، عدم إقامة حكم الله تعالى في هؤلاء السحرة. والسحر اسم يجمع معاني متعددة، وذلك لكثرة أنواعه واختلاف صوره. ويمكن تعريف السحر بأنه عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. ومما يلحق بالسحر الكهانة والعرافة، وهي ادعاء علم الغيب ومعرفة الأسرار والأخبار بما سيقع في الأرض، وذلك عن طريق استخدام الشياطين. كذلك التنجيم، والمراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فالمنجم يربط ما يقع في الأرض من حوادث بحركات النجوم وطلوعها وغروبها. السحر له نوعان، النوع الأول منه ما هو كفر إذا كانت وسيلته الشياطين، ولهذا يقتل هذا الساحر ردة، يعني يأخذ حكم المرتد، وقتله موكول إلى ولي الأمر أو من ينيبه. النوع الثاني من أنواع السحر يا أحبابي ما هو كفر لكنه غير مخرج من الملة، هو سحر الشعوذة والدجل، وقد يكون بنوع من الأخلاط والأدوية، وهذا يعذر ولو بالقتل كفا لشره وآذائه عن المسلمين، وتعزيره وقتله موكول إلى ولي الأمر أيضا أو من ينيبه. والسحر كفر وخروج عن ملة الإسلام ونقد لتوحيد الربوبية والألوهية، وذلك الأمور منها أنه يتضمن دعاء واستغاثة الشياطين، ومنها أن الساحر قد ينطق بكلمة الكفر كسب الله تعالى من أجل إرضاء الشياطين والاستمتاع بهم. كذلك من الممكن أن يذبح لهم ويتقرب إليهم، أو يعتقد نفعهم وضرهم، أو يعتقد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم، أو يهين ما أوجب الله تعظيمه مثل القرآن العظيم. أن الساحر يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب. سبل الوقاية من السحر. تقوى الله سبحانه وتعالى من أهم سبل الوقاية، فمن اتقى الله تبارك وتعالى حفظه الله ولم يوكله إلى غيره. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا
اتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والاستعادة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، فمن لجأ واعتصم بالله تعالى فإن الله يدفع عنه كيد الشياطين ومكرهم، وإن أفضل ما تعوذ به المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. سبل الوقاية من السحر: الإكثار من ذكر الله تعالى، والمحافظة على الأوراد الشرعية كأذكار الصباح والمساء وأذكار المناسبات. فالقلب إن كان عامرا بذكر الله تعالى وله من الدعوات والتعوذات ورد لا يخل به، فهذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. وإلى هنا يا أحبابي ينتهي درسنا لهذا اليوم. دمتم في حفظ الله، وكفانا وإياكم الله شر السوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.